ثم قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. بياتا يعني في الليل وأنتم في المبيت نائمون، أو نهارا، الأمر عند الله تبارك وتعالى، هو يقدر متى سبحانه وتعالى. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني كان يقول أنتم لا عقول لكم. في واحد يستعجل الضر، في واحد يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إلا مجنون. فهو لا يقول متى هذا الوعد، يعني عذبنا، يلا أرسل إلينا العذاب. يقول هل هذا إلا جنون؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ الإنسان يستعجل الخير، لكن يستعجل الشر؟ يستعجل العذاب؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يستعجلون عذابهم، يستعجلون النار ليدخلوها، بدل ما يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويرجعوا إليه جل في علاه.